نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد حفظه الله معرض البحرين الدولي للطيران 2024، وذلك في قاعدة الصخيرة الجوية اليوم بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين بمملكة البحرين وضيوف البلاد والمشاركين في المعرض. وقد أكد سموه حفظه الله أن القطاعات ذات الأولوية تشكل رافدا لمبادرات التنويع الاقتصادي بما يحقق طموحات الحاضر وتطلعات المستقبل، ويرفد المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لافتا إلى أن تميز اليوم ونجاحات المستقبل يقف وراءها الكوادر الوطنية التي تحرص أن يكون التميز عنوانا لكل عمل وإنجاز وطني. وأكد سموه أن مملكة البحرين ومن خلال مسيرتها الطويلة في تنظيم المعارض والمؤتمرات تولي اهتماما كبيرا لضمان استدامة نجاح جهودها التنظيمية. وأوضح سموه أن استمرار المملكة في استضافة المعارض والمؤتمرات الدولية المتخصصة يعكس تقدمها نحو تحقيق أهدافها المرجوة على مختلف الأصعدة، بما في ذلك تعزيز مكانتها كوجهة رائدة للمعارض والمؤتمرات العالمية. وأشاد سموه بالنجاح الذي حققه معرض البحرين الدولي للطيران عبر مسيرته الممتدة ل14 عاما كأحد المنصات الهامة في مجال صناعة الطيران، مشيدا بالجهود التي يبذلها سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، مشيرا سموه إلى ما يشهده المعرض من مشاركة دولية تعكس الثقة في قدرات البحرين التنظيمية وما وصلت إليه من مستويات متقدمة على هذا الصعيد. وقد قام سموه حفظه الله بجولة في المعرض وزار أجنحة الدول المشاركة، حيث اطلع سموه خلالها على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا
في عالم صناعة الطائرات العسكرية والمدنية من مختلف دول العالم، مشيرا سموه إلى أن تنامي المشاركة في المعرض من قبل المؤسسات المعنية بالطيران أمر يبعث على الفخر، فيما التقى سموه برؤساء وفود مؤسسات الطيران المشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران 2024، الذين أشادوا بما وفرته مملكة البحرين من تسهيلات لإنجاح هذا المعرض الهام. كما زار الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتقى سموه بفريق الصقور السعودي للمملكة العربية السعودية الشقيقة، حيث أشاد سموه بما يجمع مملكة البحرين بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والمملكة العربية السعودية الشقيقة من علاقات متينة على المستويات المختلفة، وما تليه الدولتان الشقيقتان من حرص مستمر على إنجاح مختلف الفعاليات التي تستضيفها البحرين من خلال المشاركة الفاعلة فيها، ومنها معرض البحرين الدولي للطيران. وقد وجه سموه الشكر والتقدير للوزارات والأجهزة الحكومية التي ساهمت في تنظيم المعرض ليظهر بما هو عليه من تميز يضاف إلى إنجازات مملكة البحرين وأبنائها في تنظيم الفعاليات العالمية الكبرى.